للمغرب الفاسي. التوزيع والتحذير والكرة الصعبة وبن أيوب يا ولد والتسديد. الهدف الأول عن طريق موسى الدجال. قبلنا برشا اللعب بطبيعة الحال هدف قاتل في وقت حساس برشا. موسى تيجانا يسجل هدف في وقت خايف برشا، هدف في وقت سيء جدا. 1-0 للمغرب الفاسي ليتعادل الماس بنتيجة الذهاب. أليكسيس 1 والماس 1 عن طريق الأجنبي السنغالي موسى تيجانا. هدف أول المغرب الفاسي كان واضح الحقيقة. هذا السيناريو نتيجة الضغط المتواصل من الفريق المغربي. نادي الأفريقي خسر معركة وسط الميدان، لازم شوية تغييرات الآن. الآن التعادل وما زال عندك شوط، كان يفرق برشا 0-0 عن 0-1. هنا يدخل بن أيوب وهنا فما المتابعة، الدفاع ما كانش موجود. يضرب الكرة موسى تيجانا ويحط الكرة في الشباك. هدف لصفر للماس في آخر دقيقة من الشوط الأول. هدف لصفر.